السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم سلي موتور يكون كونتينيو لكن ما الهدايا باش نحاولوا نتعرفوا على لي ديفيرون موتور اللي موجودين عندنا. نجم نلقاو موتور مونوفازي، لي موتور هذو مونوفازي اليمونتي بار ان تونسيون الترناتيف دو تونسيون U ايغال 200 فولت. نجم يكون ماشين على في دار، نجم يكون فونتيلاتور اكسيتيرا، ماشين على في ماشين على في. نجم نلقاو لي موتور اخرين يخدموا الفورس، يسمى موتور تريفازي اليمونتي لي موتور هذوما بار تروا تونسيون سينوسويدال، لا بروميير تونسيون، لا دوزيام ديفازي اونتر او. وهذا ما شاء الله البروغرام تاعنا تاع الترمس الثانية اليمونتي بار تونسيون 380 فولت. نجم ناخذ كاكزومبل تور بيرسوز هنا فريزوز انسي سويت. اوكي دير الموش نحاول نشوفو لي موتور اكون كونتينيو اليمونتي لي موتور هذوما بار اون تونسيون كونتينيو فيكس ستابل مايتر اون تونسيون يو ايغال 12 فولت. نجم ناخذ كاكزومبل سوي غلاس تاع كهرباء، سوي غلاس تخدم الباتري تاع كهرباء سوي تونسيون كونتينيو. نجم نكون جوي تاع صغير نيمبورت هنا بلي موتور يخدمو اكون كونتينيو. نتعدو الباج 2 présentation d'un moteur à contenu. Généralement, le moteur est constitué par deux parties. Partie tournante, c'est l'induit. Une deuxième partie, c'est la partie fixe, elle est l'inducteur. Donc, c'est la partie tournante. La partie tournante. C'est l'induit, on l'a autrement le rotor. La partie fixe, c'est la partie fixe. C'est l'inducteur, on l'a aussi nommé le stator. L'alimentation tire la partie tournante vis-à-vis de la partie fixe. Donc, nous devons savoir la partie tournante alimentée par une tension continue. Quand nous avons la tension au courant de la partie tournante, nous avons à travers les balais, les gens qui nous connaissent, les charbons, par le frottement sur le collecteur. Le collecteur, c'est demain. Les collecteurs, c'est demain. Ce sont des lames. اوكي لكن اللام هذوكا سون بوبيني مربوطين بوبيني افيك ان سبير بجمعهم هنا اوترمون دو بيلام كيف كيف سون بوبيني بار ان سبير. يعني هنا بار لو فروتمون نتاع لي بالي سور لو كولكتور ما سير سير هنا ليكسيتاسيون نتاع جوست ان سبير هذوما برك وقت يدور شويه شمس هنا دوزيام ان سبير اللي هذيا. اوكي باش نوصلوا الكورون و التونسيون للبارتي تورنونت اترافير لو كولكتور هنا بار لو فروتمون سور لي بالي. لا تونسيون داليمونتاسيون هذه تونسيون U اي لو كورون سي لو كورون غروند اي. لاندكتور باش تعطيني ان شون ماغنيتيك نلقاو دو بارتي من لاندكتور اون في عندو بيان هنا دو سورت داندكتور. نجم لاندكتور يكون بوبيني سي اون بوبين او بيان لاندكتور يكون ايمون que soit bobine ou le crayon ou l'aimant pour créer un champ magnétique qui s'exerce sur l'arbre du moteur. Okay. La partie tournante qui est l'induit t'etlaqa هنا le champ magnétique de l'inducteur. L'inducteur est une bobine dans le cas avec la bobine s'appelle l'excitateur puisque كل bobine qui a été courant la bobine excitée ou bien non excitée donc on s'appelle l'excitateur. وقتاش نحكيو موتور ا اكسيتاسيون والا موتور ا ايمون بيرمانون. دونك على دو بارتي اما موتور ا ايمون بيرمانون ولا موتور ا اكسيتاسيون انديبوندونت. تاع دو باج 3 حاول نحكيو على البرانسيب دو فونكسيونمون. المره دي مش نقول موتور، مش نقول ماشين ا كورون كونتينيو. ماشين ا كورون كونتينيو قول علاش حكيت على الماشين ما حكيتش على الموتور. شوف هسا الكال الاولى نحكيو على الماشين هذيا سو كومبورت كوم ام موتور. تقول لي دونك نحكي على الروتاسيون نتاع لارب دو موتور. دونك ام فيل كوندكتور هنا اي باركورو بار ان كورون اي بلاسي دون ان سيج دو شام ماغنيتيك دو شام ماغنيتيك اي سوميز ا اون فورس كونتر الكتروموتريس. نسميوه هنا لا اف سي ام. لا اف سي ام شوف
tu as ta physique, dans la direction est donnée par la règle de la main droite. Elle marche par la force de la place. Donc, on a fait un spire. Donc, je suis à l'induit. C'est un spire. Donc, je suis à l'inducteur. La spire est parcourue par un courant I. Le courant est le plus vers le moins. OK. لكن هنا السبير هذه دايره بها ان شان ماغنتيك الشان ماغنتيك لو سونس دو شان ماغنتيك يجيني من نور فير سود ديريكسيون تاعها دونك سي لو شان بي لا ديريكسيون دو كورون لولا اوكي من بلوس فير موان اوكي دونك رياليز او بيان كري دو فورس نسميو هنا فورس دو روتاسيون دو لارج دو موتور يصير هنا بار لا ريك دو مان دروات دونك نحكي على البوان هذا الكورون رونترون sens de courant, champ du nord vers le sud, donc c'est la direction du champ. La force, je conduis le moteur du nord à l'imine ou à l'aïssal, donc la force, je conduis le hub, حسب la règle de la main droite. Donc la force, je conduis orientée vers le haut. Bien l'imine ou l'aïssal, donc le courant rentrant, le sens inverse, le parcours, je vais le courant sortant. Donc la force, في الحالة ذيك في البوان ذي أورينتي فير لو با الفورس اف وقتها نحن باش نحكيو على روتاسيون دو موتور دون لو سونس دو روتاسيون اللي هو سونس أورير أو بيان سي لو سونس نيجاتيف دونك نتعداو الباج 4 باش نحكيو على الدوزيام فونكسيونمون تاع الماشينة كورونتوني تخدم لي هنا الماشينة كورونتوني كوم جينياتريس تقول لك معناتها جينياتريس كيما دينامو تاع بسكيت دونك نحكي على دينامو وتناسك اكزامبل دينامو تاع البسكيت دونك وقت اللي ندورو باش يعطيني هنا دو كورون بور اليمي هنا لا لامب دونك الماشين كورونتي سي اون ماشين تسمى ريفرسيبل كي نعطيها كورون مشدود لكن كي ندورها تولي هي كري دو كورون دونك في الكا الثانية كيفاش سميناها ماشين كورونتي ما سميتهاش موتور دونك الجينيراتريس الكا الثانية كيفاش يخدم الجينيراتريس ان كوندكتور سو دي بلاس سو دي بلاس ماشي يتحرك دونك انا باش ندور لارب موتور دونك هذايا سي لو روتور لكن في عوض باش نعطيه كورون ماشي يدور انا باش ندورو وهذايا هنا سي لو ساتور او بيان اندكتور دونك ان كوندكتور كي سو دي بلاس دون ان شان ماغنتيك اي لو سياج دون مرابيا اف او ام اون سياج اي لو سياج دون اف او ام اللي هو الفورس الكتروموتريس noté par la FEM. Et donc, dans le sens est donné par la règle de la main gauche. C'est la loi de Faraday. 9 stations dans le relic. Lesquels le maladie est fait de l'arbre de moteur. Mais si on a dit courant, mais si dur. Le maladie est pour créer du courant. OK? Donc, c'est le sens de courant. Donc, le courant fait le point avec, c'est un courant rentrant. البوان هذا سي كورون سورتون لكن المره هذه باش نحكيو على لا ريك دو لا مان غوش الفورس اذا كان شون ماغنتيك من نور فير سود دونك هذه الديريكسيون تاع شون ماغنتيك حسب لا ريك دو لا مان غوش دونك هنا الفورس باش يكون اورينتي فير لو با في البوان هذا اوتوماتيكمون سي لو سونس انفيرس هنا اذا كان نقلب سونس دو كورون دونك حسب لي ديك اليسار دونك لو كورون اورينتي الشون بلوتو نفس الديريكسيون مي لا فورس اورينتي فير لو هذيك لو سونس دو روتاسيون ال سانفيرس وقتاش نحكي على سونس اونتي اورير نسميو لو سونس تريغونومتريك سي لو سونس دو روتاسيون هنا يعني كي ندورو هنا لارب موتور دو لو سونس اونتي اورير نحصلو على هنا الجينيراتور هذي لابور بلوس لابور موان في الماشين اكونو كونتينيو دونك نحاول نوصل نتعداو الباج 4 ونحكيو على لا ريفيرسيبيليتي دو ماشين ا كونتينيو لا ماشين ا كورون كونتينيو بو فونكسيوني اوسي بيان ان موتور كون جينيريس اون دي كيل اي ريفيرسيبل La machine étant excitée par un courant inducteur, donc on a dit que la machine à courant tenu, donc on a dit que l'alimentation l'induit, ok, mais que ce soit l'induit, ou
باش نعطي كورون باش يدور. في الحالات الكل هنا لازم تكون لاندكتور اتكسيتي بار هنا اكساتور اللي لاندكتور كي نقول بوبيناج دو ساتور سو تونسيون كونتينو. يعني نحكيو على لاندكتور اللي يكون بوبينا او بيان اللي يكون ثقيل بور كري دو شوماتيك كو سوا موتور او موتور والا جينتريس الفو فوار هنا لاندكتور اون بوبين بور كري دو شوماتيك ال فونكسيون اون شقالي سي اون هنا في تورني. اذا كان باش ندورو لاردونتور وقت نحكي عليه هنا كوم جينتريس ال فونكسيون اون جينتريس Si on fait tourner l'induit par un procédé d'entraînement, lekin idha kan qali elle fonctionne en moteur, donc chaque l'opération inverse. Si on alimente l'induit par une tension continue. Donc la machine هنا peut fonctionner comme moteur comme génératrice, يعني هنا كي ناخذ دينامو تاع بسكيت كي ندور دينامو تاع بسكيت ماشي يدور. لكن كي نعطيه كورون لهنا لاندوي الدينامو تاع بسكيت وقتها ماشي يدور لي وقتها نحكيو على لا ريفيرسيبيتي دو ماشين ا كورون كونتينيو. لا ماشين ا كونتينيو بو هنا بو انفيرسي لو سونس روتاسيون دونك نحكي على كاتريمون. سي هنا نو فولو انفيرسي لو سونس روتاسيون il faut inverser le sens de courant soit dans l'induit يعني كي نقلب هنا الكورون في الاندوي يتقلب السونس روتاسيون او بيان soit dans l'inducteur. لكن وقت نحكي على الاندكتور نجم نحكي عليها كان اذا كان هي اكسيتاتور اذا كان هي بوبين. لكن شفنا الموتور كونتينيو نجم يكون لاندكتور بوبينا والا ثقيل. دونك اذا كان ثقيل دونك نحكي على هنا لانفيرسي سونس دو روتاسيون كان في لاندوي برك. لكن اذا كان لاندكتور بوبين نجم نقلب كورون في لاندوي او بيان في لاندكتور. دونك عطيتك الكا موتور ا اكسيتاسيون انديبوندونت. دونك نتعداو هنا سانكامون لي ديفيرون تيب دو موتور. دونك هنا سي سويفون لالمونتاسيون دو لاندكتور دونك نحكيو على لاندكتور اذا كان بوبين اون ديستانغ كات تيب ديكستاسيون. دونك نحكي على البارتي تورنونت هذه لاندوي. دونك ما عندناش اختلاف في لاندوي. دونك باقي لاندوي اليمونتي بار اون تونسيون يو ان كورون يو تونسيون يو ان كورون اي. لكن لاندكتور اللي هو بوبين اليمونتي بار ان كورون اي ديكستاسيون une tension U d'excitation. L'escalier fait l'inducteur, il y a une excitation indépendante, je m'arrête, il y a une alimentation. Khasabi, plus ou moins, qui m'a plus ou moins l'induit, n'a plus ou moins l'inducteur. Donc, ça m'a une excitation indépendante, où il y a l'inducteur, l'alimentation de l'inducteur, excitation, ça m'a séparé. Ou bien, l'excitateur branché série, on les branché série, la cale induit. لكن الاندكتور شرطوها اون سيري افيك الاندوي الكل اليمونتي بار ان كورون ان تونسيون يو. دونك شحال اكسيسيون في الحاله هذيك سيري لازم نلقاو اكسيسيون هنا ديريفاسيون. دونك كي نقول ديريفاسيون نقول شانت نقول باراليل. دونك الاندوي الاندكتور لكن الاليمونتاسيون دو الاندكتور هنا سون مونتي باراليل مع الاندوي alimenté nos tension UI. Donc on va faire le montage de l'excitation chante ou la chante OK voilà on va dire parallèle ou dernièrement on va dire l'excitation composée. On va dire le montage compound, on va dire le montage mixte bien série ou bien parallèle. Donc on va dire l'induit c'est la partie tournante mais l'inducteur le bobinage de l'inducteur divisé en deux parties partie هنا سيري و دوزيام بارتي باراليل. لكن لا دوزيام بارتي باراليل تنجم تكون مربوطه ديريكتومون باراليل مع الاندوي والا باراليل على الكل. اوكي وقت هنا افلو مش يكون عندنا افلو اديتيف ولا ديستركتيف. دونك في الحاله الكل هذوما هذه يو التونسيون يو او اي. دونك نحكي على الميكس المونتاج ميكس. دونك هنا في لي كات تيب دو مونتاج كو سوا الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع اون سانتيريز اونيكمون كان على الموتور ا اكسيسيون انديبوندونت. هذايا هذوما بالنسبه لنا احنا اور بروجرام من نيفو كاتريباني باك. نواصلو الدرس نتاعنا نحكيو شويه تو على الشيما كيفالون دو لاندوي باش نتكون لاندوي. لاندوي سي لا بارتي تونونت اليمونتي بار اون تونسيون يو اي ان كورون غراند اي. لاندوي هنا قلنا لاندوي هنا سي اون اربر بوبيني دونك نحكي على ريستونس انتيرن دو لاندوي
باش نحكيو هنا اوترمون على لا فورس كونتاكتومتريس اللي سمينا به سي اف سي ام. الفورس كونتاكتومتريس نعوضوه في الالكتريك كوم هنا كوم ان جينيراتور دو تونسيون، يعني مش في وسط الاندوين نلقاو جينيراتور دو تونسيون. لا فورس اف شفناها هنا دوني بار ريك دو لا مان دروات، دونك نعوضوه بار جينيراتور دو تونسيون، سي ليكيفالون دو جينيراتور دو تونسيون. اش يساوي هذه الفورس كونتاكتومتريس لا اف او ام؟ يساوي جراند ان. شنو هي جراند ان؟ هي النومبر دي سبير ان اكتيف دون لاندوي، نومبر سبير اللي قاعدين يخدموا دون لاندوي فوا، دونك سي نومبر سي كي كونسونت فوا لو فلو. نقول مسيو لو فلو هذايا، هذا سي ان فلو عند اونيتي تسمى الويبر. نقول مسيو شنو هو لو فلو؟ هي لا كونتيتي دو شون ماغنتيك، هذا لاندوي مش هكا قدام وسيلة الاندكتور. وحنا قلنا الاندكتور اكسسون سيباري، لو فلو هي لا كونتيتي دو شون ماغنتيك اللي جاتني من الاندكتور مش تهبط على الاندوي، نسميو لو فلو. بيسك ليكسسون تاعنا كونستانت، يعني كي نزيدو نقص في الفيتاز في الروتور في روتاسيون نتاع لاربر دو موتور ما عندوش تاثير على الاندوي، هذه الاي ديكسسيون. وهنا باش نحكي على الاي ديكسسيون، دونك لو فلو نتاعنا هذايا سي دو كونستانت، والان هي نومبر سي دو كونستانت من الكل ان فور فلو، هنا ست نومبر كي كونستانت فوا بيتي ان هي لا فيتاز دو روتاسيون دو لاربر دو موتور la valeur enfin d'unité en tours par seconde avec E prime le générateur de tension qu'on a obtenu c'est la force comme un générateur de tension on a de l'unité égale à V en volts. Loi d'Ohm, donc U égale E prime plus R fois I. Donc on va regarder la fréquence de rotation qui est la fréquence Michel F qui est insertée. دونك شنحكي على فريكونس دو روتاسيون ميكانيك. في الفريكونس دو روتاسيون نلقاو دو تيب دو فريكونس، باش نحكيو على الفريكونس الكتريك، فريكونس دو روتاسيون الكتريك، باش نحكيو على الفريكونس دو روتاسيون ميكانيك. قول مسيو شنو الفرق بين الكتريك وميكانيك؟ وقت اللي نحكيو على الاف اون هرتز اللي هي اكس ايكال ان سورتي، نقول لك ايكال 50 هرتز. نقول لها فريكونس ميكانيك تاع لاردونتور ان اون تور بار سيكوند، نقول هنا 50 تور بار سكوند. شنو الفرق بين فريكونس الكتريك وفريكونس ميكانيك؟ وقت نحكيو على الفريكونس الكتريك نقصد بها سي نومبر دو بريود بار سكوند، هذه سي بريود تي. قداش عندي من بريود؟ قداش الالكترون يعمل من بريود في الثانيه الواحده؟ كي نقول الترانس بوزيتيف الترانس نيجاتيف جينيرالمون باش نقول دوره فوالا. دونك هنا نحكيو على الاف الكتريك نومبر دو تور نتاع الالكترون، دونك نسميوه نومبر دو بريود اليونيتي نتاعها اون هرتز. لكن وقت نحكيو على لارب دو موتور باش نقول قداش يدور من دوره على روحه في بلاصتو، دونك نقول لا فريكونس دو روتاسيون. لكن نحكيو على لارب دو موتور، دونك نحكي على الفريكونس دو روتاسيون ميكانيك، دونك الكتريك ما تعطينيش، دونك والا اوترمون نسميوها لا فيتيز دو روتاسيون اللي ان وعندها يونيتي اون تور بار سكوند. تقول لي الان وين خرجوها؟ دونك عندك هنا لا فورمولا de E prime n égale E prime sur la constante n fois flux avec E prime égale à U moins R fois I comme je disais tout à l'heure, j'ai obtenu la constante n sur n fois flux. OK, نوصل الكلام تاعنا. نحاول نحكي شويه اخر على الديماراج دو موتور كون كونتينيو. تقول مسيو اش معناتها كلمه ديماراج دو موتور؟ ديماراج اول من ديماري الموتور اتي سادير اتي غير زيرو، لا فيتيس كيف نوع لا فيتيس هنا انول مازال ما دارش الموتور. دونك دي لا ميز سو تونسيون دو موتور ا كورون كونتينيو سا فيتيس انول، نحكي على الفيتيس دو ديماراج ايغال زيرو. انا دو تور هنا اذا كان قلنا الفيتيس نول او بريم نعرفوها ايغال ان فوا لو فلو فوا بيتيت ان، دونك نحكي على ديماراج او بريم دو ديماراج هنا توجور ايغال زيرو. دونك كما هنا لا فيتيس دو ديماراج بيسكو او بريم ديبون دو لا فيتيس ان، دونك اذا كان او بريم ايغال زيرو لاندي شو لو فيوستو جوست بو لو فيوستو قاعد كان الار نتاعو لا ريسونس انترن دو لاندوي افيك او بريم اللي هي لا فورس كونتاكتومتريس في ديماراج ايغال زيرو اول من ديماري هنا الموتور، ديجا الموتور هنا كان واقف. اوكي دونك لو كورون يتسمى لو كورون دي ديماراج افيك اون تونسيون او هنا تونسيون داليمونتاسيون دو سو موتور. لكن اش معناتها كلمه ديريكت؟ كلمه ديريكت سون هنا سون ريوستا دو ديماراج. قول مسيو دي ريوستا هذه الواج
ريزولتا ديماراج الرون تاعها بروتيجي لو موتور كونتر الكورون ديماراج. قولي لي واش الكورون، اسكو الكورون كبير ولا لا؟ نحاول نعمل الكالكول نتاعنا في وقت نسميو لو كورون هذا كورون دو ديماراج ديريكت. U إيكالا R فوا إي دي دي بلس E بريم دو ديماراج اللي هي أصلا نول. دونك نحكي على الكورون ديماراج هي U سور R. ناخذ إكزومبل في الموتور، وقت ناخذ هنا تونسيون U 220 فولت كونتينيو والR 1.5 أم. دونك هنا الفالور دو إي دي هنا تري فور، دونك ينجم يحرق لي البوبيناج نتاع الموتور. تقول لي مسيو واش معناتها؟ كي ناخذ أن فيل كوندكتور أون جينيرال، كي ناخذ أن فيل كوندكتور دو ديامتر ان فيل كوندكتور دو ديامتر 0.5 ملم، يتحمل هنا الخيط كل 0.5 ملم في السكسيون تاع الخيط يتحمل 5 امبير. وقت ناخذ البوبيناج تاع الموتور هنا 2 ملم يتحملوا غرو ماكسيموم البوبيناج تاع الموتور كان 20 امبير، ما يتحملش هنا تقريبا 150 و 160 امبير. هذايا وقتها هنا لا ميثود هذه تعمل كان تيوريك. دونك قلنا الميثود هذه ما تعملش هنا براتيك، تعمل كان تيوريك بيسكو سي دونجرو ينجم تحرق الموتور. وقتها شنو نحكيو على موتور بروتيجي بار ان ريوستا دو ديماراج، يعني حطوا ان ريوستا دو ديماراج اون سيري افيك لاندوي. لاندوي نعرفو في ار وفي او بريم اونيكمون، افيك او بريم دو ديماراج نول. دونك نحطوا ريوستا فاريابل avec une tension de ريوستا هذه هي RHD fois le courant ID. هنا سميناها كورون دو ديماراج برك مش ديريكت، سيدير كي نقول كورون ديماراج نقصد بها avec ريوستا دو ديماراج، avec ريوستا دو ديماراج. اوكي دونك التونسيون بون دو لوي هي R fois le courant ID. دونك نطبقوا هنا الواد ماي باش نعمل ماي صغيره. دونك نحكيو على الماي، نورمال نعرفوا السيركوي فيرمي plus U moins RHD fois ID moins R fois ID, le taux égale à 0. Donc je peux dire que la tension U égale la somme des résistances IR plus RHD le taux fois le courant ID. Chaque fois le courant ID sur CV égale à U sur R plus RHD. Il y a un exemple très petit. L'R est 1.5 ohm. Et ici, on met 11 ohm. Donc, on a 220 sur 12,5. Quand le courant est plus de 20 ampères, quand le moteur, le bobinage du moteur peut accepter ce courant appliqué au démarrage, le courant fait démarrage, c'est un très fort. Il ne faut pas que le moteur soit complet. Donc, le résultat, je sais, oui, il y a eu sur ID moins la résistance interne de l'induit moins R. دونك ميرسي بور اجوردي، وان شاء الله هنا في السيكونس الجايه نحكيو على البيلون دي بيسونس دا موتور كو سوا موتور ا اكسيسيون انديبوندونت او بيان موتور ا ايمون بيرمانون. ميرسي اي اورفوار.